السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إعراب الفعل المضارع جزمه 104 105 مفيد في اللغة العربية. إذا هذا هو الدرس. نبدأ، إذا نبدأ بالجمل. لا تخف، هذيك لا كنسميوها لا الناهية، ينهاك عن الخوف. لا تخف، انظر هنا مجزوم بماذا؟ علامة الجزم هي السكون، السكون الظاهر ها هو هذا. إذا لم نراعي، هي في الأصل إذا لم نراعي، ولكن هنا مجزوم بلم، الفعل المضارع مجزوم بلم، نقول لم نراعي. إذا ما علامة الجزم؟ حذف حرف العلة اللي هو ديك الياء، حذفناه. هذا إذا مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف العلة، حرف العلة، لأنه معتل. هنا لام الأمر لنتجنب، هنا قال لك امر، امر اللام ديال الامر، كي امرك انك تجنب مشاهده التلفاز. لنتجنب مشاهده التلفاز، لنجلس باحترام، لنكتب بانتظام. لام الامر السكون الظاهر ها هو. المهم حنا هادو كلهم كيديروا الجزم، غير هنا على حسب الفعل. الفعل ملي كيكون صحيح كيكون سكون ظاهر، كيكون معتل بحال هنا كون درنا اللام، درنا لام الامر، نقولوا لنراعي، تبقى هي ونقولوا مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. لما هذه شنو؟ يقلع حذف النون، لأنه من أفعال الخمسة، أصلها يقلعون، ولكن يقلعون راه مرفوع بثبوت النون. دابا هنا مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. هنا لاحظ جمل الجدول الأول، حدد ما تتضمن الأفعال المضارعة. إذا ما تتضمن من أفعال هما هادو، واحد جوج ثلاثة أربعة. كيف جاء آخر الأفعال؟ جاء مجزوما. لماذا؟ لماذا؟ لأنه مسبوق بأداة الجزم. متى يلزم الفعل المضارع؟ إذا سبقه حرف أو أداة الجزم. يلزم الفعل المضارع إذا سبقه، هو الجواب، إذا سبقه أداة من أدوات الجزم. ما هي الأدوات التي تجزم الفعل المضارع؟ ها هي، هادو لا، لا الناهية، لم، لام الأمر، ولما. هل جزمت فعلا واحدا أم فعلا؟ جزمت فعلا واحدا، كاين فعل واحد هنا اللي مجزوم. لا تخف هو اللي مجزوم، هنا هذا هو اللي مجزوم، هنا كذلك، هنا كذلك. علامة تدل كل أداة من هذه الأدوات، نعم، أدوات الجزم تجزم فعل مرة، ولم، لما، ولم ناهية. إذا علاش كدل؟ هو هذا، هو تقول لي هذه لا ناهية وهذه لام الأمر، تنفيان مضارع وتقلبان زمانه في من الحال إلى الماضي. إذا ولام الأمر. إذا لاحظ أفعال مجزوم الجدول مالها؟ هذيك تخفت، نراعي، نتجنب، يقلع. بماذا جزم الفعل تخف؟ جزم بالسكون لأنه صحيح الآخر. ما علامة جزم فعل؟ إذا بماذا جزم؟ جزم بلا الناهية. لماذا؟ لأنه مسبوق بلا. ما عرفتش أنا الأسئلة كيبقى عندها. يجزم الفعل المضارع الصحيح بالسكون الظاهر، ويجزم الفعل المضارع المعتل الآخر بحذف حرف العلة. الجواب ديال هذا نراعي، وتجزم الأفعال الخمسة بحذف النون. صافي، إذا هذا عاوتاني واحد المجموعة أخرى. لاحظ المجموعة الواردة في الجدول الثاني، لاحظوا أن هذه أدوات الشرط كتجزم لينا جوج فعل، جوج، واحد، جوج، واحد، جوج. هذا كيتسمى فعل الشرط، والثاني كيتسمى جواب الشرط. إذا أدوات الشرط تجزم فعلين، فعل الشرط وجوابه. وهذا المعنى ديالهم، إن ديال الشرط، من للعاقل، من جاء، من حضر، هذه اللي كنستعملو. غير هنا دايرين الشرط، من للعاقل، ما غير العاقل، ما تقرأ أو تسمع أو تشاهد من وسائل ينمي ثقافتك ويوسع، هذه يوسع مجزومة، وينمي كذلك مجزومة بحذف حرف العلة. المهم هنا ما كاين ما يتشرح، هادو باينين. المهم هادو راه هما هنا، اي بحسب ما تضاف اليه. غادي نشوف الامثله دير بحالهم. المهم هادو ادوات الشرط، معهم اسماء الشرط، هما اسماء الشرط. اذا نشوف هادو القاعده اللي قلنا، نجيو لتحت. استفيد اسم الشرط اين، كثيرا ما تلحقه ما، فنقول اينما، يعني هو اين اسم الشرط، وكي تكون مع واحد ما كنقول أينما. يلزم المضارع كذلك إذا وقع جوابا بعد طلبك الأمر والنهي والاستفهام، بحال مثلا هنا احترم غيرك تحترم، طلبك الأمر والنهي والاستفادة.
استفهام مهم، تعرب أسماء الشرط اللي كنشوفو في سميتو في آخر تمرين في 105، هو اللي كيهضروا عليه هذا، تعرب الأسماء الشرط حسب وظيفتها. هذا هو داك التمرين في 105، هو الأخير. قالك أعرب من لا يتقي الشتم يشتم، واخا ركب أدوات الجزم التالية في جمل: لم، لا، لم، لا، لم، ولم الأمر، ولا الناهية، ولم، ولما. إذا هو لم يفرط خالد أو خالد في الأمانة، لما حان الموعد، ولما يصل زيد، ولما يصل زيد. لام الأمر: لتنتبه إلى إشارات المرور. لا النهية: لا تتدخل فيما لا يعنيك. نعم، ركب جمل تشمل أسماء الشرط الجازمة ثم بين فعل الشرط وجوابه. إذا باش نكونوا واضحين، أن فعل الشرط غنكتبوه بالصفر، وجواب الشرط غنكتبوه بالخضر، باش بلا ما نديرو واحد جوج، ولا راه مبينين. اللي صفر راه فعل الشرط، اللي خضر راه هو جواب الشرط. إن تصبر تصل إلى هدفك، من يزرع يحصد، ما تفعل من خير تجزى به، أنى تتجه تجد خيرا، مهما تفعل يعلمه الله، أي كتاب تقرأ تستفيد منه، متى تستعين بزيد يعينك، أيان تسألني أجيبك، أين تسافر أرافقك، إذ ما تفعل شرا تندم، حيثما تتجه تجد الناس يحبون الخير، كيفما تعاملني أعاملك. إذا هادو أمثلة وحاولنا نحطو كاع دوك أسماء الشرط كاملين تمايا. وكما قلنا، اللون الأصفر يرمز إلى فعل الشرط، واللون الأخضر يرمز إلى جواب الشرط. نكملو: اجعل الجمل التالية جوابا لأسماء شرط جازمة يجدون. إذا نديروها جوابا لأسماء الشرط: يجدون المناظر الطبيعية الجميلة والآثار التاريخية. نقولوا: حيثما تتجه تجد، ما تبقاش هي المهم بحيث ما دايرين يجدون. نقولوا: حيثما يتجه يجد، يتجه يجد، كنقولش يجدون لأنهم مجزوم، وهذا من أفعال الخمسة يجزم بحذف النون. إذا حيثما يتجه يجد المناظر الطبيعية الجميلة والآثار التاريخية، يجازيه الله خيرا خير الجزاء. إذا من يتصدق يجازيه الله خير جزاء، ينال محبة الناس ورضاهم، إن يخلص في عمله ينل محبة الناس ورضاهم، تستفيدون منه. قل: أي علم تدرسوه تستفيد منه. إذا نصحوا هذا باش ندوزو للتمارين الرابعة. نعم، إذا الإعراب: لا تبخس الناس أشياءهم، لا، أداة جزم مبني على السكون، تبخس فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، الواو ضمير مبني، هذاك الواو اللي في السو ضمير مبني في محل رفع فاعل، الناس مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أشياء بدل منصوب، هذا بدل نوعه، اكتشفوا البدل، كاين بدل مطابق، بدل بعض من الكل، بدل الشمال على بعض من الكل، أو بدل بعض، بدل الشمال، بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إذا نمشيو: من لا يتقي، من اسم شرط جازم، هو ديك الجملة اللي قلنا في السفيد الأخرى، قلت لكم غادي نشوفوها في إعرابية، هذيك من عشان نعربوها اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لا يتقي فعل مضارع مجزوم في فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من. الشتمة مفعول به منصوب على علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طبعا
يشتم فعل مضارع مجزوم مبني للمجهول جواب الشرط وعلم جزم السكون ونائب الفاعل ضمن مستتر تقديره هو. بقات لينا قلنا مبتدأ هو داك من يعني خصنا الخبر هو ديك الجملة الشرطية، جملة الشرط في محل رفع خبر. نعم، إذن قلت لكم صلوا على رسول الله.